ايه الجميل واقف لوحده ليه؟ اهلا، انت اللي في حاجه يا حبيبتي؟ لا يا ماما انا ما فيش حاجه. انت في حاجه؟ انا والله يا بنتي قلقانه على ابوكي، مش عارفه مش بعته يتاخر كده. لا يا ماما مش اول مره يتاخر، ما هو بيتاخر كتير. وبعدين يعني افهم من كده ان الجميل مش قادر على بعد بابا؟ بصراحه مش قادر على بعده طبعا، مش جوزي وحبيبي ونور عيني وسندي في الدنيا. انت عارفه النفس اللي بتنفسه بيقول راضي 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 راضي. وبعدين يلا خش، بلاش الغلبه الكدابه بتاعتك دي. انت قلقانه من حاجه يا ماما؟ اوه هقولك يا بنتي، طور تقول احلبوه. ايوه قلبي واكني. ويلا اتفضلي خش، زمان جدك نازل وسومه معاه، نظف الصاله واول ما ينزلوا بتعالي ناديلي. حاضر يا ماما. اصحالك يا راجل بقى كده، سيبني قلبي مولع عليك. طب كنت بعتي لي حد من الاسم يطمني عنك، ولا عايز تعرف غلاوتك عندي؟ لا غالي غالي زي نور عين، بس اخصى عليك، بس لما تيجي بقى ليا تصرف تاني معايا.